رمي. السلام عليكم خوتي، أنا ما كنتم حيث وجدتم. الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نورا نهتدي به، ومن الانترنت تواصل نتواصل به. تحياتي لكم والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي راهي بارد الحال شويه اليوم، راهي 8 درجات هنايا. المهم اتمنى هذا هو حال، يعني قريب الشتاء. عفوا عندي مكالمه. السلام عليكم اخي، ساكلمك بعد حين ان شاء الله. لا، السلام عليكم، ساتصل بك ثانيه ان شاء الله. شكرا. عفوا، هذا اخ من الدول العربيه، صديق. المهم خوتي، ربي يحفظكم وتحياتي لكم. بالمناسبه يعني تقلقنا على اخونا الطفل الجزائري الزعيم، ربي يشافيه. البارح يعني والديه 11 ساعه في مصحه او عياده اسمها قرطاجنه بتونس، 11 ساعه العمليه. يعني امه وباباه وجماعه اللي راحوا معاه يعني ما كلاو ما والو، ويعني يوم كان يوم عسير وما يحس بالجمره غير الاكواتو، الناس اللي ما يعرفوش المرض والمستشفيات بالنسبه لهم عادي، اما الانسان اللي يشوف ويجرب الله يشفي جميع مرضى المسلمين. المهم 11 ساعه في العمليه، واليوم اتصل بي باباه مبروك راهو يعني في تحسن، قال لك العمليه ناجحه، نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله هو وجميع ابناء المسلمين في كل مكان ان شاء الله. الشيء الاخر خوتنا، نحيو خوتنا كل بقاع العالم، خويا محمد نيوزيلندا، الله غالب يا خويا، نحيوك، نتمنى نزوروكم ان شاء الله. الله غالب، راك تعرف المصاريف والوقت والبعد، نتمنى ان شاء الله في يوم من الايام نزوروكم ان شاء الله. الناس اللي يسقسوا على المنطقة تاعي، هذا الحي تاعي وسكن، يعني ها هنا في بريطانيا كل السكنات شابه، يعني ما عندهمش مشكلة في العمارات ولا البناء ولا فهمتوا. هذه بناية جديدة ها بالذهب. المهم هذا فيه يعني قاعة رياضة للملاكمة، وهذه بناية يعني يكروها. هنا جامعة تاع الأرت، يجوا ناس من آسيا يدرسوا هنا، يعني عندهم كل شيء متوفر، كل المنطقة فيها كل الإمكانيات، مش كيما احنا الريف منعزل والمدينة منعزلة. هنا عندهم يعني نفس الشيء، وش عند في الحي الآخر عند في الحي الآخر موجود، فبالتالي يعني هذه المشكلة اللي احنا نتخبطوا فيها، بينما هم هنا يعني دايرين كلش كيف، يعني مدرسة سوق، فبالتالي عندهم كل واش كاين في الحي الاخر كاين في الحي الاخر، هكذا الناس خدموا بلادهم وطوروا. ويا ريت حنايا فهمتوا، البارح شفتوا الحفره اللي طاحوا فيها 5 سيارات، ومن بعد يقول لك قدر ربي، ربي عز وجل يقدر صح، بس المشكله انه في الملايير هذه اللي سرقوها في الطرقات، جماعه الغول وجماعته غولوا البلاد وضيعوا البلاد والعباد، هذا هو يعني السبب. طريق في لوطورود يعطوها الشركات ولا الدول، يعني يديروا صفقات مع الصين والهند والطليان واسبانيول والمكسيك، وهذا هذا الدول يعني اصلا عندهم الفساد في بلدانهم، بينما كيروحوا للخارج في بلادهم القانون يحاسبهم، بينما كيروحوا للبلدان الاجنبيه وخاصه البحبوحه الماليه يولوا يدوا الاموال، ولا واحد يحاسبهم ولا واحد يراقبهم، يعني فقط يعني هكذا خوتي. المهم خوتي شي ثاني، الصفحات الوهمية هذه تلقى واحد عمره ما خرج من الجزائر ولا في أفريقيا، وعايش في حلم وكما نقولوا هواجس، وعايش هكذا يقول لك ويدير لك صفحة الغربة ويهدر لك على الغربة، هو أصلا عمره ما خرج من الجزائر. خوتنا حفروا هذه الصفحات اللي ما تعرفوا شو مالها، واللي حاب يهدر يا خويا بينوا جو، ما فيها والو، بينوا جوك وهدر يا خويا، ورينا نصائح نستفادوا منك، وصراحة يعني تعلموا من المدرسة، الحياة هذه مدرسة، نتعلموا من بعضنا. وزيد في بريطانيا هنا صراحة باه تفهم بلاد هذه، لازم على الأقل تعيش 10 سنين فوق، يعني واحد عام عامين ثلاثة ربعة خمسة ما تقدرش تعرف بريطانيا صراحة، إلا إذا كنت درست والله تعاملت مع بريطانيين، وإلا عش مدة طويلة هنا تعرف القانون. العالم مختلف هنا خوتي، بريطانيا عندها قوانينها مختلفة، كل شيء مختلف بها،
بدليل يعني السيارات تمشي عكس العالم. لذلك اخوتنا نتمنوا ان شاء الله واحد يحب يمد نصايح والله يتفضل ما كاش مشكله، لكن يمد المعلومه صحيحه ما يكذبش على الناس، وبعد ذلك يموتوا الناس في البحر. شكون اللي يبكي عليهم؟ الوالدين. الوالدين هما اللي يتعذبوا ويبقوا كما قصص وصلوني على الخاص، ان الناس يبكوا اللي يغرقوا في البحر وهكذا. يعني الناس يعني شكون اللي يبكي؟ الوالدين. بينما هذا الناس يديروا نصايح ارواح حرقوا وموتوا في الفلوكه وطاطاطات. انا شفناهم هم قاعدين في البلاد يخدروا في ولاد الناس، يكذبوا على ولاد الناس، ويزيدوا يكذبوا على الناس اللي كي تمد تنصح انت مقلبك والوقت تاعك ضيعوا انرجي تاعك، مالاش خاص عليها. على كل حال والله العظيم سبحان الله الناس يعني هذو الناس ربي يهديهم. هذا ما نقولوا خاوتنا، سقسوني الناس على الحي تاعي، هذا هو الحي تاعي، هذا منطقة هوكستون نورث وان لندن وان شمال لندن. الناس اللي يتعاملوا معايا ما يعرفوني ونعرفهم، واما هذو الناس اللي على الفيرتشوال على العالم الافتراضي يقدر يدرك كيما حبيت. والشيء اللي لاحظته في السنوات الاخيره الرداءة، سادت الرداءة في المجتمع الجزائري. الراجل اللي يرخصوه ورخيص يطلعوه، اللي تافه اللي يجيب كلام تافه يصفقوا له ويستقبلوه، والناس الرجاله يهمشوهم ويضيعوهم. راهو صاري هكذا، راك تشوفوا هكذا على يعني على الدنيا السلام، يعني يخلصوها غاليه ما تخافوش. وهكذا راكم شفتوا واش راهو صاري، والناس هاي كيفاه. لو كان احنا بلادنا البترول اللي كان والخيرات يعني وداروا قيمه الدينار يعني بدلوا لها الاخر السومه تاعها هكذا وطلعوها وطوروا البلاد، رانا نخدموا في بلادنا وعايشين في بلادنا. وخلي وخلي وخلي، واش دا خويا محمد يروح لاستراليا؟ واش دا خويا نصر الدين يروح لاستراليا؟ واش دا خونا محمد عفوا يروح لنيوزيلندا؟ يدير نيوزيلندا، عمر اليابان، عبد القادر الى اخره، امريكا الى اخره، واش دانا نهاجروا؟ لذلك الناس كي تهضر لهم هكذا يجوك انت يتالبوك، ما يهدروش ما يتالبوش اللي خلوا البلاد وهملوا الشباب وضيعوا العباد وقتلوا كلش اللي اجرموا في حق الشعب وضيعونا، ما يهدروش عليهم. يجروا عليه يهدروا على فلان وفلتان وصالح والاخر. يا اخي يا رواح هضر لك على المسعور تاعك اللي هو قرعك قعر او ياكل لك في ياكل فيه كل يوم، بينما ما تهدرش عليه. لا عندك روج ولا اهدر. سبب المشكله هي الحكومات الفاسده، سبب خلاها هي البحبوح المالي اللي شرك لها الى اخره. بينما الامور اللي ما عندها حتى معنى يجي تلقى تافهات، ويجيك واحد الجماعه شوف واحد مسمي ريكاردو، واحد اسامي مستعاره لا اساس لها، دايرينها باه يشوشوا على الناس يدزوا معاهم. نحن مستمرون، فهمتوا خوتي؟ نحن مستمرون ان شاء الله، والى يوم ان شاء الله ربي كي نتوفاو. المهم احنا درنا لله في سبيل الله واش نقدروا نديروا، والباقي على ربي. انا ما نقول لكم شكون انا، الناس اللي تعرفني تعرفني. نذكركم بعض القصص يعني نعاود نرجعوا للزمان ايام القاهره. احنا كي كنا ثما كنا يعني اماتور. كان معي واحد الاخ ربي يحفظه في الفندق، نهار صورنا الفريق الوطني اعتداء على الفريق الوطني ايام القاهره، كانوا 120 صحفي، حبستهم الشرطه المصريه في ذلك الوقت ما يقدروش يصوروا. والصور هذوك اللي درتهم كاع توعي، الجرائد اخذوهم، وحنا درناها يعني الجزائريين درناها نيف خاوتنا الجزائريين مجانا، يعني ما سحقينا يخلصونا ما والو، درناها خدمه للجزائر والجزائريين، وهذه تاريخ يشهد عليها ان شاء الله. ثانيا يعني هنا في بريطانيا واحد كيدرس ويتعلم يقدر يفيد ويستفيد ويفيد غيره ان شاء الله، لان مشكله هنا المعلومه سهله، واحد ما يقلقك. ثالثا يعني من النشاط تاعي انا مع الجاليه، راني من 1991 والاخ زكريا نحييه، بذلك الوقت انشات صفحه بذلك الوقت كنت نوزعها سميتها في عونك مجانا، كنت دايرها للشباب ذاك الوقت. كانت الفرق بين ذاك الجيل تاع الغربه تاع ذاك الوقت والجيل هذا، الجيل ذاك تاع الوقت كانت الناس ترفد تحاب ما تكارهش، عنده 5 باوند يخلص قهوه يغدي الناس. اما الان الناس القلوب ضاقت هنايا، في الناس هذو جدد الا ما رحم الله.
زيد ان الناس الغربه اللي يجوا هنا الغربه ماشي شطيح ونساء وزهو وشراب ومخدرات و الغربه انك دير تاويل، الغربه انك تكون نافع لغيرك، الغربه انك تكون انسان صالح، مش الغربه تجي هنا وتبدا تنصح الشباب وانت تشرب شراب ودير المفسدات وتولي تسرق ودير اعوذ بالله كاع المناكر كاع المنكرات كاع ديرهم. هذا مش غربه، هذا يسمى راك تضلل في الناس وراك تعف الناس وتزيد تكذب على الناس. والناس على بالها وانا على بالي وانتم على بالكم ورانا فايقيكم وانتم على بالكم والحياه تمشي واللي عايشين هنا ما يعرفوا شي لاخر ثاني. خاوتنا بين قوسين تحياتي للشرفاء الجزائريين، حشر رجال جزائريين. فيه المشكله تاع الجزائري يناقش في كل شيء، يناقشك في الطب، يناقشك في الهندسه، يناقشك في الرياضيات، يناقشك في التحليل الرياضي، يولوا كاع محللين كاع خبراء كاع سبحان الله. ولا حتى يعني هذا يعني سبحان الله ويسقسي علاش واش دير واش تخدم واش تواسي واش هذه امور يعني سبحان الله. شحال عندك اولاد يا اخي؟ اذا تعرف شخص سقسيه بادب ما في مشكله. اما انك تبدا تسقسي التفاهات يعني الاسئله التافهه اللي ما عندها اساس ولا راس، يعني ما انا اشوفها باللي ما مستوى دني. لذلك شبابنا لازم له يقرا يتعلم، ومليح ليه اعاده التربيه والتاهيل. المنظومه التعليميه في الجزائر فاسده، افسدوا 18 سنه جابوا لهم بومبوزيد ناحية التربيه الاسلاميه والاخلاق، وخلى الشعب يتربى، الشباب يتربى واحد الانسان نحاول التربيه والاخلاق حشاكم يولي حيوان ناطق. وهذه مخلفات 18 سنه ولا 19 سنه تاع وزير التربيه والتعليم بن بوزيد، وتكملتها بن غبريط رمعون رمعنتها. هذه مشكله الناس لازم يعرفوها كاين اللي راقدين. وزيد شوف الفساد وشو صاري، الرذيله في التلفزيونات هذه حشاكم اكرمك الله مجاري المياه، هذه القنوات الصرف الصحي يجيبوك غير تافه الامور تافهه. يعني لذلك يعني يجيب لك سبحان الله هذا يعني المستوى، القنوات هذه اللي تجيب لك تافه، واحد مع مرته تجيب لي قص مرته امام الملا، واحد هكذا امور يعني تزيد في نشر الرذيله والعياذ بالله. المهم خاوتنا ربي يحفظكم، وهذا هو ان شاء الله نعطيكم جوله هنا في هوكستون. هذه مكان اماكن هذه خاصه للعب الاطفال، شوف حتى دير لهم شوف مكان خاص حتى واحد يطيح ما يصرى له والو، شغل بلاستيك. ونشكر الناس اللي خلصتهم في الفيديوهات، قال لك الناس اللي خلصتهم يا خويا الحمد لله. كل واحد وش يجينا، واحد يقول لك هم خلصوك، واحد يخلص فيه، واحد يخلصنا الفواياج، واحد الحمد لله انا ما سرقناش مال الشعب، الحمد لله انا ما شربناش بترول الجزائر، الحمد لله ما قتلناش في البلاد، خرجنا شرفاء والناس اللي يعرفوني ويعرفوا اهلي ويعرفوا عائلتي ويعرفوني شكون انا. بالمناسبه خوتنا كاين امور ما نديرها ما نحبش نهضر عليها، على بالكم هنا الانسان كي يعيش مده هنا ويقرا هنا ويتعلم هنا يتعلم حرف كثيره هوايات كثيره. انا في سنه 2006 نهار كنت نخدم الاعلام الالي في ذاك الوقت، فكرت في انشاء يعني هذه احنا في احنا، احنا في احنا منا والينا، تسميتها يعني منا والينا يعني مصطلح جزائري، احنا في احنا يعني ما هي لا عنصريه لا ولا هي يعني الناس كاين اللي ما يفهموهاش، ما عندها لا علاقه لا احنا في احنا بعنصريه لا والو، فقط تسميه محليه جزائريه حتى نقربوها للشباب الجزائري والمغتربين في الداخل والخارج. نهار بديت ندير هذه القناه بمن اليوتيوب شعاره برودكاست يور سيلف، برودكاست يور سيلف يعني بث نفسك بنفسك. فتحنا ذاك الوقت القناه هذه باه واحد يبلغ السلام لاهله، باه يبلغ يتكلم وهكذا، وتطورت. وبالمناسبه كاين واحد الاخ ججلي نحييه كان معايا او رجع للبلاد، عبد عزيز ربي يحفظه ويحفظنا ان شاء الله.
هكذا بدات البدايه، وبعد ذلك الانسان يشوف. والله غالب كان عندنا اشحال من قناه اخذوا علي الفيديوهات، وبالخصوص قناه النهار اخذت تقريبا 15 و20 فيديو بدون اذني، وكان يعني في دوله القانون نشكي بهم. والله غالب مازال وقتهم هنا في بريطانيا عندك كوبي رايت 50 سنه، يعني الكوبي الحقوق الملكيه القانون هنا في بريطانيا يحفظها لك 50 سنه، مازال الايام بيننا ان شاء الله. كاين قنوات، كاين حتى المصريين اخذوا مني، كاين جرائد. المهم هنا في بريطانيا الجرائد اللي خذاو خلصوني لانهم يحترموا. كاين قنوات وكاين جرائد بريطانيه خلصوني، يعني السعر مش غالي لكن يعطوك حقك ويعطوك ورقه وهكذا، يعني يحترموا الفكر ويحترموا الراي ويحترموا الصوره ويحترموا الكلمه. مشكلتنا احنا في العالم العربي وبالخصوص بين قوسين خصوصا بلدي الجزائر، لا احترام ولا يحزنون، سواء الشباب الا من رحم الله، سواء القنوات هذه بين قوسين قنوات الصرف الصحي، ما عدا في يوم من الايام قناه الشروق، يعني واحد القناه الثانيه كذلك طلبوا من يعني الاذن من اخذ فيديو، وانا سمحت لهم، يعني قلت هذه في خدمه خاوتنا وفي خدمه ما يهمش. اما الناس يسرقوا يعني والله حرام عليهم، يعني اسيدي وراك تسرق هكذاك برك، والله عم بكرك يعني كيما تسرق واحد من جيبو، كيما تسرق له فيديو وعاد يصوروا يتعب عليه يجري عليه. المهم ماشي ما يا خويا، المهم استاذن ودير الرابط تاع الشخص هذا اللي تدي له الفيديو تاعه، يا اخي دير الرابط، لانه اما تدي فيديو هكذا وتتسرقوا وتنسبوا ليك يعني مش حق. المهم الشيء الاخر خاوتنا نقول لكم هذه ما شتوهاش، يعني على كل حال كيما تخدم هنا تنشط هنا يعني هنا حقك يعطوه لك، يعطوك بطاقه هكذا، بطاقه صحفيه بريس كارد، هذه الناس يخدموا في القنوات هنايا عندهم. بما انني انا حر فهذه البطاقه تديرها من خلال الخدمه تاعك ويعترفوا بها، لذلك في بعض الاحيان ندخل في امور نصور هاي ليك الناس ما يقولكش بين قوسين مخابرات الشعب، راك تعرف شعب الشعب غير تاع مر القراع وشالت هذا واش دير وخرا ما خرا كلام ماكلا، الله مستعان. هذا هو خوتي، ربي يحفظكم ومسلم عليكم بدون استثناء في كل قارات العالم، اشقائي في المغرب، في تونس، في مصر، في اليمن، في الخليج، احبتي يعني في خوتنا الحراقه نتاع السعوديه، لانهم واحد الاخوه يعني كتبوا لي رساله وقال لي ما كتهضر على بالخليج اصحاب الخليج، نتمنوا ان شاء الله يعني السلطات في الخليج والخصوص السعوديه يعطون فرصه العمل، هذو مسلمين، خل ما تجيب واحد هندوسي ولا بوذي ولا كيما شفنا الصوره هذاك تاع الهندي جاب لي بدا يتمسخر بالمكه، لذلك يعني تجيب واحد مسلم موحد خير ما تجيب واحد مجوسي والله بوذي والله الى اخره، وخاصة في مكة والمدينة. خاوتنا تحياتي لكم وربي يحفظكم والله يعطيكم كل خير، تحابوا تخاووا وربي يهدي ما خلق. السلام عليكم.